المواصلين مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أيها الإخوة الأفاضل في كل مكان، هذه انطلاقة شوطنا 13 ضمن انطلاقات وتحديات مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى في يومه الثاني وفي منافسته الثانية وفي هذه الفترة المسائية مع سن الحقائق سواء البكار أو القعدان. نبدأ مع هذه الأمسية ومع سيارة هذا المساء، وهذا شوطنا 13 ضمن انطلاقات هذا المساء، وشوطنا كذلك أيضا رصدت له سيارة نيسان بترول بيك أب، رصدت للفائز معنا، للفائزة معنا بالمركز الأول في هذا الشوط. نبدأ ونتعرف على الصدارة والمقدمة. هنا المتحدة تعود ملكيتها لسعد بن حمد آل سعد المري مع الصدارة ومع القيادة، بينما تليها على المركز الثاني التواجد من حربة سالم بن عنزان النعيمي مع حربة على المركز الثاني، الدور والنقلة عند المركز الثالث، حظ من تحتل المركز الثالث، هذه حظ من تحتل المركز الثالث من غيرت إلى المركز الأول، تعود ملكيتها لمحمد بن قحيد المهيري من تتواجد على المركز الأول في هذه اللحظة. نتابع المركز الرابع اللي غيرت إلى المركز الثالث، التواجد من عرقة علي بن ناصر بن محمد بن شابل المري، بينما تليها على المركز الرابع في هذه اللحظات هنا الجازي لسالم بن صبيح المري، وعلى المركز الخامس التواجد من العفريت محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. هذه النتيجة، هذه نتيجتنا متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان. نعود إلى المقدمة، نعود إلى قيادة هذا الشوط، السيارة تنتظر، والزعفراني والناموس في هذا المهرجان، مهرجان أميري أميرنا المفدى. أيها الإخوة يا سلام، نعود إلى شعار بن شابل مع عرقة 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 مع المركز الأول مع القيادة ومع الريادة. هذه عرقة تعود ملكيتها لعلي بن ناصر بن محمد بن شابل المري، هذه عرقة مع الصدارة مع المقدمة مع هذا الشعار المميز، ولكن الدخول 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 والتسلل يا بن شابل. هنا أول القادمين من الجازي مع سالم بن صبيح المري، يا سلام سالم بن صبيح من غير من الجانب الأيمن مع انطلاقة الجازي ومع تصدر الجازي، ولكن الوصول على المركز الثاني في هذه اللحظات من العفريت لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري، من أقوى الشعارات في هذا الشوط. ولكن هنا على المركز الثالث التواجد من حظ لمحمد بن قحيد المهيري من تتواجد على المركز الثالث، الدور والنقلة عند المركز الرابع، نكمل ندائنا الثاني، والتواجد من الحروق من الحروق تعود ملكيتها لفارس بن سهيل اليبهوني الظاهري من تتواجد على المركز الرابع، ولكن هنا على المركز الخامس التواجد هنا من المتحدة سعيد بن راشد بن علي آل بريص المري. هذه النتيجة أيها الإخوة أيها المتابعون في كل مكان. نعود وإياكم نعود إلى الحروق، الحروق الحروق مع المركز الأول لفارس بن سهيل اليبهوني الظاهري مع الصدارة مع المقدمة ومع الريادة. الله الله الله، نذكر المضمرين والملاك أن نحن نتجاوز لائحة 1500 متر الأخيرة، كيلو ونصف الكيلو على خط النهاية. يا متابعين يا متابعين الكرام في كل مكان، يا مشاهدين عبر القنوات الناقلة لهذا الحدث، نعود وإياكم إلى الحروق، الحروق مع المركز الأول، الحروق مع الصدارة مع المقدمة ومع الريادة. فارس بن سهيل اليبهوني الظاهري مع المركز الأول، ولكن أول القادمين وأول الواصلين في هذه اللحظات، نهاية نهاية محمد بن جعفر بن مرخان الكتبي من تتواجد على المركز الثاني وعلى المركز الثالث، أول الواصلات على المركز الثالث في هذه اللحظة الظبي منصور بن أحمد بن علي السبوسي، وعلى المركز الخامس يوسلو
والمركز الرابع هنا الوصول كذلك من العمالة لسان بن حمد البطين، وعلى المركز الخامس القدوم والوصول من حظ محمد بن راشد بن قحيد المهيري. يا سلام يا سلام يا سلام، نتجاوز لائحة الكيلومتر الأخير من حيث لا نعلم، والحروق الحروق الحروق مع المركز الأول، الحروق الحروق مع القيادة بدون أي تعليمات. فارس بن سهيل اليابوني الظهري، يا سلام الله، بدأت الأوامر، بدأت التغييرات، بدأ الهجوم. يا سلام يا سلام، الحروق مع المركز الأول، العمالة من الجانب الأيمن، وهنا كذلك شعار بن مرخان هنا أيها الإخوة، والقدوم والوصول هنا. يا سلام الله الله الله، محمد 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 بن قحيد المهيري هنا قادم بقوة مشاهدين الكرام، مع حظ مع حظ، ولكن الله الله الله، الحروق 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 يا جماعة، ما عليها خطورة ما عليها خطورة. يا سلام، حظ والحروق، الحروق وحظ، حظ غادمة وتبحث عن الحظ السعيد، والحروق في المقدمة وفي الصدارة، ولكن الله الله، شوفوا شوفوا لمحة 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 لمحة، يا سلام، ولكن الله سلاماتنا وتحياتنا لميدان سويحان ولمدينة العين. يا سلام يا سلام يا سلام، مشكور يا راشد الزرعي، يا سلام. هذه لحظة وصول مشاهدين الكرام الحروق إلى خط النهاية. تهانينا لفارس بن سهيل اليابوني الظاهري المركز الثاني، تصل على المركز الثاني لمحة لحربي بن طش العامري، وعلى المركز الرابع أو المركز الثالث وصلت حظ لمحمد بن قحيد المهيري، وعلى المركز الرابع تصل عالية لمسلم بن محمد بن صقوح العامري، وعلى المركز الخامس المركز الخامس تصل على المركز الخامس متابعينا الكرام الضبي لمنصور بن أحمد بن علي السبوسي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين أيها الإخوة المتابعين في كل مكان. نعود وإياكم مع مخرجنا ومع توقيت الزمني 6 دقائق 9 ثواني 16 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الحروق وفوزها بهذا الشوط فارس بن سهيل اليبهوني الظاهري. أما المركز الثاني لمحة تصل على المركز الثاني 6 دقائق 10 ثواني 28 جزءا من الثانية. تهانينا لمالك لمحة حربي بن طشة بن ثعيلب العامري. أما المركز الثالث حظ تصل على المركز الثالث تقطع المسافة في 6 دقائق 10 ثواني 96 جزءا من الثانية. إذن تهانينا والناموس لمالك حظ السيد محمد بن قحيد المهيري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.